بين الحرب على الإرهاب وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة يتواصل الجدل بشأن استمرار الوجود العسكري، والحديث هنا عن العراق تحديدا. الجيش الأمريكي يؤكد أن واشنطن ستبقي قواتها الحالية البالغ عددها 2500 جندي في العراق، ويحذر في هذا الإطار من زيادة الهجمات الإرهابية. واشنطن تأخذ في الحسبان دور الميليشيات وإمكانية شن هجمات على المراكز الأمريكية في العراق، لكنها تربط وجودها برغبة الحكومة العراقية في ذلك. فلماذا يتأخر القضاء على الإرهاب عراقيا؟ وما المخاطر التي تواجهها واشنطن في العراق؟ وهل يوسع الوجود الأمريكي الشرخ الحاصل عراقيا؟ نرحب بضيفينا في هذا الجزء من غرفة الأخبار. معنا رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية الدكتور عادل المانع من بغداد، ومعنا من واشنطن كبير الباحثين في معهد هادسون مايكل براجنت. مرحبا بضيفي دكتور عادل، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد. خليني أبلش معك بمسألة تصريحات قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي. يقول: رغم تحول دور القوات الأمريكية في العراق إلى دور غير قتالي، فإنها ستبقى تدعم الدعم الجوي أو ستبقى تقدم الدعم الجوي والمساعدات العسكرية الأخرى في قتال العراق ضد تنظيم داعش. يقول أيضا الجنرال ماكنزي: انسحبنا من القواعد التي لم نكن بحاجة إليها، وجعلنا الوصول إليها صعبا، لكن العراقيين ما زالوا يريدون منا أن نكون موجودين وأن نشارك، وطالما أنهم يريدون ذلك يمكننا أن نتفق بشكل متبادل وسنكون هناك. بمعنى آخر دكتور عادل، لن يكون هناك انسحاب كامل كما يقول البعض أو كما يطالب البعض. المهام اختلفت، تحولت من مهام قتالية إلى مهام استشارية تدريبية مخابراتية إلى آخره، وبالتالي ما الذي سيتغير برأيك من الآن وحتى نهاية هذا العام؟ بدأ تحياتي لك أستاذ مهند ولضيفك الكريم من واشنطن، وتحياتي أيضا لمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية أينما كانوا. الحقيقة يعني في لقاءات سابقة من على الفضائيات ومن على شاشاتكم حصرا، أنا ذكرت أنه الأمريكان لن ينسحبوا من العراق، والعراق ليس أفغانستان. فبالتالي الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة يقتضي التواجد في العراق، وكانت واضحة يعني إشارات ماكنزي في تصريحه الأخير اللي جنابك أيضا ذكرت بها، وهي قراءة دقيقة جدا على أنه هو تبديل يعني إبدال بزات عسكرية لا أكثر ولا أقل، سوى أنه أن تخلع هذه البدلة ويرتدى بمكانها بدلة أخرى، وإلا الحديث عن 2500 جندي أمريكي، هذا طبعا الأمريكان يقولون بذلك. العراق الحقيقة المشكلة بالعراق، أنا أكاد أجزم أن أقول على أنه لا الحكومة العراقية ولا جهاز المخابرات العراقي ولا الأمن الوطني العراقي قادر على أن يعطي الرقم الفعلي للقوات الأمريكية المتواجدة داخل العراق. فبالتالي الأمريكان أنا أعتقد ماضين إلى مزيد من يعني الضرب على وتر الاضطراب الأمني، ولعلهم هم المشاركين في أغلب الاضطرابات الأمنية إن لم تكن بمشاركة فعلية فبرعاية أمريكية، وهذا واضح. يعني خير دليل إلى أنه أن يتحدثون عن تدريب واستشارة وما إلى ذلك، خير دليل ما حدث في أفغانستان حتى بعيدا عن العراق. لا، خلينا من أفغانستان شوي دكتور عادل. يعني أنت أشرت إلى مسألة أنه الأمريكان هم من يوتر الأجواء ويشارك ويدعم الاضطرابات الأمنية في العراق، على أي أساس تقول هذا الكلام؟
على أساس يعني سمعنا تصريحات كثيرة من الإدارة الأمريكية من أيام باراك أوباما مرورا بكلينتون وصولا إلى بايدن على أنه هذه نيران صديقة ضربت الجيش العراقي، وتارة يقولون بالخطأ وتارة هناك إنزال إمداد، هذا بالصوت والصورة مصور لدى الفريق العراقي بالصوت والصورة، إنزال يمدون به داعش والحضانة الداعش عشية هي أساسا نشأة أمريكية، هذا ما قاله ترامب وليس عادي المانع. ترامب في مناظرته الانتخابية مع هيلاري كلينتون أنه إدارة أوباما من صنعت داعش، فبالتالي لا يضحكون على العالم وجاءوا بتحالف يربو على 60 دولة ويقولون نحن نحارب الإرهاب، لا هم جاءوا لحماية الإرهاب حتى يمضي. دكتور عادل أنت تذكر تماما ربما أفضل مني ذاكرتك في 2014 عندما اجتاح داعش العراق وكاد يحتل كل البلد، قامت حكومة المالكي آنذاك باستدعاء الأمريكان، يعني الحكومة العراقية هي من استدعى وتوسل إلى الأمريكان حتى يجي يحميهم من داعش. يعني المسألة لم تكن إنه والله الأمريكان هم من جاء إلى العراق بدون مبرر وبدون سبب، لا، حتى يعني للواقع أقول وللتاريخ، وهذا يبقى مثبت في التاريخ، لأنه أنا أعتقد بما يقوله أحد الأدباء، وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك بالقيامة أن ترى. للواقع هي ليست حكومة المالكي، هي حكومة العبادي بال2014 من أمضت مشروع التواجد الأمريكي الجديد في العراق، ولغاية الآن أطراف نهايات الاتفاق سائبة، يعني غير دقيقة، غير مكتوبة، غير موثقة، هو مجرد اتفاق شفهي، لا ندري ولا نعلم ما هو مضمون الاتفاق. طبعا خروج الأمريكان بال2011 كان بناء على اتفاقية عراقية رسمية موقعة أعقبتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ولكن أتصور أنه هو هذا منفذ للتواجد داخل العراق بذريعة بدعوة من الحكومة العراقية. طيب نعم. سيد بريجنت مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش، ما رأيك؟ السيد الدكتور عادل يقول الولايات المتحدة لن تخرج وهي أصلا من يعني يقوي أو يصب الزيت على النار فيما يتعلق بالاضطرابات الأمنية، وهي المسؤولة عن وجود داعش ونشاط داعش في العراق في المقام الأول، ما رأيك في ذلك؟ دعونا نعود إلى 2011 وشكرا أولا على استضافتي. نعود إلى 2011 عندما رحلت أمريكا من العراق، وجدنا أنه بعد عامين القوات العراقية لم تكن قادرة على مواجهة داعش. داعش زحفت على الموصل وبعد ذلك الفلوجة في 2013، والقوات الأمنية العراقية لم تصمد لأن المالكي سيس القوات العراقية والجيش العراقي وجعلهم ولاة له، وبالتالي انهاروا بذلك الشكل. لذلك آخر مرة انسحبت أمريكا من العراق فإن العراق تركت للمالكي ولنفوذ إيران، وهذا أوجد فراغا أمنيا، وسد هذا الفراغ جماعات كالقاعدة، والقاعدة تحولت إلى داعش. وبسبب القوات العراقية الموالية للمالكي حدث ذلك الفراغ. وأنا أعتقد للأسف أنه إذا انسحبت أمريكا مرة أخرى فإننا سنوجد الظروف مرة أخرى لعودة داعش. الآن هناك تهديد آخر، وهو تهديد أخطر، وهو تهديد الميليشيات الموالية لإيران. هي تمثل تهديدا أكبر للحكومة العراقية وللشعب العراقي أكثر مما هو خطر داعش. وبسبب وجود الميليشيات فإن داعش ستستمر هناك، وأمريكا ستضطر إلى العودة. يمكن أن نرحل اليوم وبعد عامين سنعود إلى هناك من أجل مواجهة تهديد وجودي آخر يحدث بسبب غياب الحوكمة، بسبب أيضا ذلك التصارع الطائفي
العنف وبسبب عدم الاكتراث بالسنة في العراق، وبالتالي فهذا يعني تهميش بعض الطوائف من الفلوجة إلى تكريت إلى الموصل. هذه المناطق مرة أخرى ستعيش انتكاسة أمنية وتراجعا، وستحدث أشياء هناك. داعش لم ينهزم، هو ما يزال موجودا، والميليشيات لا تركز على داعش، تركز على الشعب العراقي والحكومة العراقية، وتريد مواصلة التحكم والسيطرة. إذا رحلت أمريكا اليوم سنعود بعد عامين، وإذا بقيت أمريكا هناك سيتعين عليها مواجهة الأخطار الحقيقية في العراق. وما نعرفه أن التهديد الحالي هو الميليشيات الموالية لإيران، والتهديد هناك هو هذه الميليشيات. نعم. طيب، واضحة الفكرة سيد براجنت. خلينا نسمع رد فعل من الدكتور عادل على بعض هذه النقاط، ولكن قبل ذلك دكتور عادل، مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي يقول اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة، هذا قبل يومين، اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأناها في العام الماضي لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف. العلاقة ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين كما يقول السيد الأعرجي. طيب، إذا كانت الولايات المتحدة دكتور عادل كما قلت في بداية حديثك هي المسؤولة أو التي تشجع هذا الاضطراب الأمني في العراق، لماذا لا تقول لها الحكومة العراقية ببساطة شكرا ولا داعي لاستمرار وجودكم هنا؟ واضح أنه هناك سلسلة طويلة من الجولات الحوار الاستراتيجي توصلت فيها القيادة العراقية والمسؤولين العراقيين إلى ضرورة بقاء على الأقل جزء من هذه القوات، ما رأيك في ذلك؟ لا، الحقيقة للأسف الشديد يعني إذا ما غصنا في الأعماق قليلا نجد أنه الحكومة العراقية هي يعني تجانب الحقيقة في تصريحاتها، ولعلها هي أقرب إلى الأمريكان منها إلى الشارع العراقي أو للشعب العراقي، وهي يعني تفتقد كثير من معاني وقيم الوطنية، ولهذا يفترض أن يكون خطابها للناس صادق صحيح، وليس خطاب المدلس، خطاب الكاذب، خطاب من يرمي إلى أبعاد أخرى. وإلا الأمريكان يعني الآن إذا ما تساءلنا سؤال جوهري ومركزي ورئيسي بغض النظر عن انسحاب الأمريكان أو عدم انسحاب الأمريكان، ماذا جنى العراق من الوجود الأمريكي، أو ماذا جنى العراق من العلاقة الأمريكية العراقية حتى في قضية التسليح؟ ما رأيك أنت دكتور عادل، هل جنى شيء؟ هل كان هناك أي نتيجة من هذا الوجود برأيك؟ نعم، كانت نتيجة الضرب على وتر يعني الطائفية وإذكائها في عام 2006، الضرب على وتر الأجهزة الأمنية الرخوة، وبالتالي جاءوا لنا بالمجاميع الإرهابية، تارة دخلوا من تركيا وتارة دخلوا من سوريا برعاية أمريكية، الضرب على وتر التقسيم السياسي، وها هم أضعفوا يعني كل المكونات السياسية بحجومها عن طريق الانتخابات، ولعل التدخل الأمريكي واضح بهذه اللقطة. التدخل الأمريكي أسفر عن اضطراب أمني، اضطراب اقتصادي، اضطراب سياسي. يا الأمريكان يتذرعون بذريعة واهية على أنه إيران وهذه فصائل موالية إلى إيران ويخشون منهم. أنا أقول العكس صحيح، هذه إذا كنتم تخشون الصدام فبالتالي عليكم أن تخرجون، لأنه 31/12 هي المهلة التي أعطيت إليكم من قبل فصائل المقاومة العراقية الرافضة للتواجد الأجنبي ككل. هذا جانب. الجانب الآخر اللي يثبت أنه عدم مصداقية حتى الحكومة، لأن الحكومة تحدثت، مستشار الأمن الوطني تحدث بعنوان أعام مو بعنوان أخص، والعنوان الأعام يعطي يعني مزيد من المطاطية في الأريحية في الحديث، اللي هو تحدث عن قوات التحالف
الدولي، ولم يتحدث عن القوات الأمريكية حصرا، ونحن هنا الحديث عن القوات الأمريكية. فهذا موقف. بس أنت برأيك دكتور عادل، يعني اسمح لي على المقاطعة، أنت برأيك أنه العراق والقوات العراقية والحشد الشعبي وكل الفصائل المسلحة كان بإمكانها القضاء على داعش دون مساعدة الاستخبارات الأمريكية؟ الطيران الأمريكي الذي قام بآلاف الغارات على مواقع داعش، والبعض يقول يعني لم يكن بالإمكان على الإطلاق تخيل أي هزيمة لداعش ميدانية بدون هذه المشاركة الأمريكية، هل كان بإمكان القوات العراقية والفصائل القضاء على داعش بهذه البساطة؟ والله يا أستاذ مهند، للواقع الحقيقي لو كانوا الأمريكان يعني تعاملهم مع العراق تعامل صادق، ولو كانوا أمضوا صفقة F-16 الطائرات التي عقدت الصفقة وجاؤونا بهيكل حديدي اسمه طائرة F-16 غير مجهزة بصواريخ، غير مجهزة بنواظير ليلية، غير مدرب عليها الكادر العراقي تدريبا كاملا، تدريبا أيضا منقوص، فأعتقد أنه القوات العراقيين قادرين على دحر داعش وحتى الحيلولة دون تمدد داعش لمسك الأرض العراقية. ولكن المفارقة وين تكمن؟ أنه الأمريكان يتحدثون وكأنهم هم بإمرة العراق ويبحثون عن السيادة والعراق ذات سيادة. أين الموقف العراقي من التدخل التركي الآن داخل شمال العراق؟ أنا أعتقد أنه هناك تناغما أمريكيا تركيا بشأن التواجد، ولعله الذراع القادم للمستقبل القريب أن تكون تركيا هي البديل الضارب داخل العراق بدلا عن القوات الأمريكية، وهذا أيضا واحد من مكامن الخطورة أستاذ مهند. حقيقة أقول لا أنصب العداء للأمريكان حتى ضيفك الكريم يفهم جيدا، أعتبرهم أصدقاء، ولكن متى ما قدموا كيف يد المساعدة عندما تقول أنه الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والسياسية في العراق سببها الأمريكان، يعني كيف يمكن أن تكون صديقا له؟ لا قصدي أنه لا أكون عداء لأمريكا ما لم تتعامل بهذا الشكل الغير منطقي، أما إذا تعاملت بشكل واضح وصريح أهلا وسهلا ومرحبا، نقيمها العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية وحتى العسكرية. بعدين بدي أعود لأسألك عن رد الفعل المتوقع للفصائل الآن بعد الموعد النهائي نهاية هذا العام. سيد بريجنت، ما رأيك؟ هل بالفعل كما قال الدكتور عادل الأمريكان هم سبب هذا الاضطراب الحاصل في العراق على كل الصعد، سياسية أمنية اقتصادية إلى آخره؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ملامة لسماح لإيران بأن يكون لها كل هذا النفوذ في العراق منذ 2003، وقاسم الأعرجي كان المسؤول عن وزارة الداخلية والآن هو مستشار الأمن القومي، والولايات المتحدة الأمريكية جعلت إيران عبر وكلائها تبسط النفوذ وتوسع رقعتها، لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ملامة على هذا الأمر. والآن أمريكا تبقى من أجل منع عودة داعش ومواجهة التهديدات الميليشياوية، والسيد عادل يقول إنه لا يكون ضغينة إلى أمريكا. إذا كانت أمريكا فعلت ما يقوله السيد عادل كان سيكون غاضبا جدا، لأنه يقول إن أمريكا صنعت داعش. أمريكا لم تصنع داعش، أمريكا صنعت الحكومة العراقية، والحكومة العراقية صنعت فراغا تسبب بمجيء داعش وبسبب تجاهل السنة وكذلك احتجاجات الشيعة وتجاهل الشعب العراقي ومطالبه. بهذه الطريقة الحكومة العراقية تسمح للميليشيات أن تفعل على ما تشاء وتخلق ذلك الفراغ لعودة داعش.
والنسخة المقبلة من داعش للعودة. يمكن لأمريكا أن تبقى من أجل أن تأخذ تهديد الميليشيات بجدية، لكن إدارة بايدن لن تفعل ذلك. لذلك لا أعرف ما الذي ستحمله سنوات ثلاثة للعراق في المستقبل، وآمل أن يكون الأمور جيدا لأن إدارة بايدن لها الكثير من المشكلات. ما الذي سيحصل إذا تجاهلت أمريكا ما يحدث؟ فإنها ستقوم بالمهمة، وإذا انسحبت فإنها ستصنف عددا من المسؤولين الموالين لإيران بالإرهاب وبدعم الإرهاب الشيعي والميليشياوي، وبالتالي فإنه قد تفرض عقوبات ويتم تصنيفات في قائمة الإرهاب. ولذلك الوضع صعب جدا في العراق، وهذا ما نرصده ونلاحظه. الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في ارتكاب أخطاء وتواصل دعم الحكومة الطائفية في بغداد، وبالتالي تتواصل هذه التهديدات. ربما سيكون هناك تهديد من داعش ونسخته الجديدة في 2022. الحوثيون يهاجمون السعودية والبحرين ويريدون مهاجمة إسرائيل، وإيران تريد أن تسمح لهم بهذه الأشياء وتفصل نفسها عنهم حتى لا تحمل المسؤولية. أمريكا خلقت كل هذا عبر التجاهل، وهذه مشكلة كبيرة. طيب دكتور عادل، الآن يعني السؤال هو ما المتوقع بعد مرور هذا الموعد لنهاية هذا العام؟ هناك تهديدات من عدد من الفصائل المسلحة ضد هذه القوات الأمريكية. قائد القيادة الوسطى مرة أخرى الجنرال كينيث ماكنزي يقول تصعيد العنف من قبل الفصائل المدعومة من إيران على القوات الأمريكية والعراقية قد يستمر خلال الشهر الحالي. هذه الفصائل تريد مغادرة جميع القوات الأمريكية، لكننا لن نغادر، مما قد يثير ردا مع اقترابنا من نهاية الشهر. هل تتوقع أي ردود فعل من هذه الفصائل تجاه الوجود الأمريكي؟ واضح أنه سيكون هناك وجود 2500 عسكري بشكل أو بآخر، وتحت ربما مسميات جديدة كما أشرت حضرتك. لا، الحقيقة هو ليس توقعا مني أو قراءة للمستقبل وفق معطيات حالية تجري على الأرض، بقدر ما أنا أعطيك الآن معلومة. يعني الفصائل المقاومة اجتمعت في اليومين الماضيين وقررت أنه عدم التماس مع الأمريكان في هذه المرحلة. عندما تقول فصائل يعني المقاومة دكتور عادل، تتحدث عن فصائل الحشد الشعبي أم عن فصائل مسلحة أخرى؟ لا، فصائل الحشد الشعبي اللي هي فصائل المقاومة الرسمية المنضوية تحت الحشد الشعبي. فصائل الرسمية، أنا شخصيا لا أتحدث عن أي فصيل مسلح خارج القانون ويحمل سلاح خارج القانون إطلاقا. فهذه الفصائل المقاومة هي جزء منضوي تحت الحشد الشعبي، ولكن لديها يعني برنامج مرسوم اتجاه المحتل، وكلها تدفع بعدم وجود الأمريكان. ولكن الأمريكان والحكومة العراقية كلاهما في مركب واحد، يعني لم يثبتوا النقاط المنطقية الحقيقية التي يقبل بها الشارع العراقي أولا، وقد يستجيب معها أو يتواصل معها حتى المراقب السياسي. يعني أولا لم يأتوا على ذكر أنه القوات الأمريكية ستتواجد في القاعدة الفلانية دون بقية القواعد. هل أن القواعد هذه أو المعسكرات سيكون هناك تواجدا عراقيا مع الأمريكان أم هي منفردة للأمريكان؟ قضية الانسحاب التدريجي أيضا لم يعلن في جدول واضح كما أعلن في 2011 كان يعني شاهد ودليل على أنه هناك جدولات انسحاب حتى الشارع العراقي يعرفها بعيدا عن المنظومة العسكرية والسياسية. هذه كل الأمريكان لم يخوضوا بها، ولهذا أنا أتوقع إذا ما ذهب الأمريكان
إلى التواجد بذريعة يعني بذرائع عدة، سواء كانت ميليشيات إيران، ذراع إيران أو إلى آخره. أتوقع أنه العام القادم يعني عام 22 بعد جانيوري، ممكن على فبراير القادم، ممكن يكون تتش معين في هذا الشأن. ولهذا لا أتوسم يعني خيرا في المستقبل من حيث التواجد الأمريكي، وإن كنت أعتقد أنه سيتبادلان الأدوار الأمريكان والأتراك معا، لأنه غض النظر، هاي نقطة غايب الأهمية، ممكن أنه أن نعملها حلقة بالمستقبل القريب، غض النظر الأمريكي عن الوجود التركي والتمدد التركي داخل العراق يشير بإشارة واضحة أن وراء الأكمة ما وراءها. طيب، هذه نقطة جيدة. سيد برجند ربما يريد أنا هذا رأيي يعني التعليق عليها. قبل ذلك، قائد القيادة الوسطى الجنرال ماكنزي يحذر من أن التنظيم تنظيم داعش قد يظل، يقول عناصر تنظيم داعش سيظلون يمثلون تهديدا في العراق، وسيواصل التنظيم إعادة تكوين نفسه ربما تحت اسم مختلف. مفتاح الحل، يقول الجنرال ماكنزي، سيكون ضمان عدم قدرة التنظيم على الاندماج مع العناصر الأخرى في جميع أنحاء العالم، وأن يصبح أكثر قوة وخطورة. بداية، سيد برجند، ما رأيك في الفرضية التي طرحها الدكتور عادل؟ قد يكون هناك تبادل أدوار بين الولايات المتحدة وتركيا فيما يتعلق بالوجود العسكري في العراق. المسألة الأخرى والسؤال ربما الأهم، لماذا قررت إدارة الرئيس بايدن الإبقاء على قوات أمريكية في العراق؟ لماذا لم تنسحب كما انسحبت من أفغانستان؟ يعني الخطورة موجودة في أفغانستان أيضا من ظهور التنظيم هناك من جديد. لماذا في العراق قررت الإبقاء على هذه القوات؟ لأن أفغانستان كانت مكانا سيئا للغاية، ولذلك فإن أمريكا كانت انسحبت منها. والعراق عندما انسحبنا في 2011 عاد داعش إلى العراق بعد أن تحول وتطور، والآن لا نريد أن يصبح العراق مرة أخرى مكان الإرهابيين. أعتقد أن العراق مختلف، الميليشيات يمكن أن تهدد الولايات المتحدة الأمريكية وداعش أيضا، والحكومة العراقية ستطارد دائما داعش وليس لن تطارد الميليشيات. كلهم في الحكومة، وكل المقاومين في البرلمان والحكومة، وكتائب الله موجودة في الحكومة، كتائب الحق في الحكومة، والحكومة مشلولة في مسألة مطاردة الميليشيات، وهذا مقلق لإسرائيل والسعودية ولتركيا وأيضا للأردن وكل الجيران للعراق. وأن يكون للميليشيات وجود في الحكومة ولا يقومون بأي شيء إزاء هذا الأمر، هذا أمر مقلق للجميع. القوات التركية ستطارد الميليشيات إذا هجمت من قبل هذه الميليشيات، والولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضبط النفس وتمارس الدبلوماسية. نعرف أن ما حدث في سوريا وفي شمال العراق، نعرف أن تركيا تطارد حزب العمال الكردستاني وتتجاهل ذلك، وإذا قام هناك أي استفزاز أو عمليات ضد الأتراك فإنهم سيهاجمونهم. لا أعتقد أن تركيا ستعاود أمريكا، لكن نعرف أنهم لهم وجود في العراق، نعرف أن الصينيين يسيطرون على حقول النفط العراقية وسيفعلون ذلك باستمرار، وداعش والميليشيات سيبقون، والدولة الأمريكية هي الوحيدة التي هي هناك فقط من أجل إصلاح كل شيء، ونحن لا نقوم بعمل جيد ومثالي. نحن الدولة الوحيدة في العراق التي تريد فقط أن يكون هناك انتخابات في العراق وهزم داعش، وأن يتم وقف النفوذ الإيراني، وأن تكون العراق قوة اقتصادية. لا نريد أن تكون إيران هي القوة الاقتصادية بفضل
الموارد العراقية. لذلك هناك الكثير من الأشياء المختلفة. نرى ما تفعله تركيا في ليبيا وسوريا، ولا نريد أن تفعل تركيا شيئا نفسها في شمال العراق. وإذا عودت تركيا أمريكا، هذا أمر سيكون سيئا. طيب دكتور عادل، البعض يقول يعني في نهاية المطاف دكتور عادل، المسألة كلها متعلقة بإيران، خاصة الآن مع وجود هذه الجولة الجديدة من المحادثات بشأن البرنامج النووي والاتفاق النووي. البعض يقول إيران هي من يطلب من وكلائها، من أذرعها، من جماعتها في العراق التحرك أو عدم التحرك، إذا رأت أنه من مصلحتها فعل ذلك لوضع مزيد من الضغوط ربما على الأمريكان أو غيره، تقوم بكبس هذا الزر، وبالتالي يكون هناك تحرك من هذه الفصائل ضد هذه المواقع والمرافق الأمريكية. هل هذا هو يعني ملخص الحديث في نهاية المطاف؟ لا إطلاقا، هذا ليس ملخص الحديث، وهذه صورة يعني تجرد العراقيين من وطنيتهم، من عراقيتهم، من حرصهم على، وكأنهم هم بيادق تحركهم إيران. لا إطلاقا، ولكن قد هناك مصالح بما لا يقبل الشك، هناك مصالح، هناك ارتباطات، ولكن الصبغة العقائدية في الولاء إلى إيران ما تتدخل بتقديري أنا، هذه يعني كفكر شيء وكعقيدة عسكرية ووطن شيء آخر. ولكن المشكلة بالأمريكان الآن، إذا يعني فرض المحال ليس بمحال، ولكن كل الخطوات تشير على أنه هناك تناغما إيرانيا أمريكيا في فيينا، وما تحدث به اليوم متحدث من الاتحاد الأوروبي يشير إلى أنه هناك نقلة نوعية في التفاهم. زين، أنا أسأل، متى ما توصل الأمريكان مع الإيرانيين إلى اتفاق بشأن النووي، ماذا سيكون الموقف الأمريكي في العراق بالقول على أنه إيران تدعم ميليشيات إذا كان هذا التوافق الدولي؟ يعني راح يكون تعارض، فبالتالي أمريكا كما تدفع إلى مصالحها بالاتفاق مع إيران، العراق يدفع بمصالحها بالاتفاق مع إيران. يعني لا بأس في ذلك، ولكن القراءة يجب أن تكون وطنية. ولهذا يعني العراق ربما يكون جائزة الطردية بالنسبة لإيران، يعني لحثها على تقديم تنازلات في الملف النووي، هذا ما يطرحه البعض. طيب خلي الأمريكان، أنا أقترح عليهم مقترح من خلال برنامجكم وشاشتكم، وأنتم شاشة معتبرة، وبرنامجك أستاذ مهند برنامج رائع خلي يعطون أنفسهم إجازة شهرين الأمريكان، ويشوفون يعني سيرون العراقيين يدحرون داعش أو الوضع الأمني يتدهور أم يزداد تحسنا. إذا تحسن فبالتالي لا داعي لوجود الأمريكي، وإن أخفقنا في الحفاظ على الأمن أهلا وسهلا ومرحبا بالأمريكان. فليجربوا هذه التجربة، اسمع الصوت العراقي الوطني. يعني حقيقة أنا لا أنا مسؤول ولا أنا عسكري ولا، ولكن كمواطن أقرأ القراءة الصحيحة للواقع الحقيقي بناء على معطيات. ولكن العمليات في الآونة الأخيرة دكتور عادل كما تعلم أكثر مني يعني زادت، وزادت وتيرتها وزادت خطورتها وعدد الضحايا منها، وبالتالي واضح أن هناك ثغرة أمنية في العراق. المؤسسة العسكرية والأمنية غير قادرة على ملئها بالشكل الصحيح. على كل حال سنتابع لا شك هذا الحوار في وقت لاحق. بدي أشكرك الدكتور عادل المانع، رئيس تحرير صحيفة السياسة العراقية، كان معنا من بغداد. وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد مايكل براجنت، كبير الباحثين في معهد هادسون. شكرا جزيلا لكم.